يعني ايه لايبويد بروتينوزيس؟ يعني بالراحه كده لايبويد يعني المفروض حاجه بويد ده تشبه الليبل يعني يبقى الليبل لايك ماتيريال صح؟ بروتينوزيس ده ماده بروتينيه صح؟ يبقى ماده بروتينيه لها خصائص الليبل وحصل لها اوزيس يعني كترت لدرجه ان هي اترسبت صح؟ لايبويد بروتينوزيس. لايبويد بروتينوزيس دي ماده بتترسب هي عباره عن جلايكوز امينو جلايكان برضه نيوكوبوليسكارايدز بس من النوع النيوترال نيوترال نيوكوبوليسكارايدز. فاكرين الميوسين؟ ده كان اسيدك انما ده نيوترال نيوكوبوليسكارايدز وبالتالي من قبل ما ادخل فيها يبقى بي اس بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. بي اس بوزيتيف بس ماشي؟ طيب الميوكوبوليسكارايدز دي او الماده دي بتترسب فين؟ قال لك والله اصل هي بتترسب بتحب تترسب قوي في الميوكوس ممبرين وبتحب تترسب في الجلد. فعلشان كده سموا المرض ده ايه بقى؟ هيالونوزيس كيوتس ايه ميوكوزا. ده واحد يقول ايه؟ تي سايلنت. هيالونوزيس كيوتس ايه ميوكوزا؟ يعني ايه هيالونوزيس كيوتس؟ يعني اترسبت هايلاين لايك ماتيريال فين؟ في الجلد كيوتس. ايه يعني وين؟ اي دي يعني اي دي دي يعني واد باللاتين. اي ميوكوزا يعني ترسبت كمان في الميوكوزا. المرض ده مرض رخم وريا هو اوتوسوما ريسيسيف ديزيز. وعلشان نفهمه لازم نفهم القصه. الطفل الصغير ده مرض ميتابوليك ديسوردر صح؟ يعني المفروض حصل فيه ديفكت في حاجه في ماده معينه من الميتابوليزم بتاعها ادى الى ترسيب الهيالاين لايك ماتيريال دي او الميوكوبوليسكارايد دي في الجلد. الطفل الصغير ده اول ما بيتولد بيتولد بافونيك كرويد. يعني ايه افونيك كرويد؟ عارفين الطفل الصغير لما بيتسرع صح؟ ده بيصور كده. فالاب والام مبسوطين لانهم مش سامعين له صوت. بس الافونيك كراي ليه؟ لان حصل بريسيبيتيشن للهيلاين ماتيريال دي فين؟ في الفوكال كوردز فمش عارفه تعمل فايبريشن صح؟ فمش عارف يطلع صوت وده بيسموه ذا فيرست ساين في الهيالونوس كيوتس ميوكوزا الافونيك كرويد. الولد الصغير ده مش عارف يعيط حلو. البريسيبيتيشن عماله تشتغل وعماله تحصل برضه في الميوكوزا وكمان تحصل في الجلد. حصل في الميوكوزا سبيشال في الطنج فالطنج حجمه هيكبر صح وفي نفس الوقت كانت بروترودد اوت سايد ذا بودي. خدناها فين قبل كده؟ في الماكرو بلوسيا صح؟ فين؟ انا عارف ان هي خدناها فين؟ خدناها في الماكرو بلوسيا. الماكرو بلوسيا دي هي الترم اللي انت بتقول عليه. خدناها في البرايمري سيستميك امايل جلوين ديزيز صح؟ ايه يبقى هيبقى معايا ماكرو بلوسيا والطنك كان نوت او اللارجمنت في الطنك اند الطنك كان نوت ايد بروتوتد اوت سايد مين؟ زي ماوس. صاحبنا ده الطفل الصغير ده يجي له شويه بادجل صغيره ليه؟ لان البادجل دي الهيالاين ماتيريال دي اترسبت فين؟ في الدرمس فرفعت الجلد حاجات بسيطه. بس اللي بتبقى بطلبنومينيك قوي وطبعا السايت في الجلد لا يعلم ان يجي لي بيدد بادجلز. يعني ايه بيدد بادجلز؟ عامله زي السبحه اللي جنب بعض بادجل جنب بعض جنب بعض عامله زي السبحه على الليد مارجن. دي باثوجنومونيك يعني مش موجوده الا في المرض الا في الهيالوسيوس ميوكوزا. تبص على وشه تلاقي فيه بيتد سكارز. وعلشان كده لما بتيجي تشخصيها او اسئلتنا على المنى ايه؟ يقول لك ايه؟ طفل صغير تعالى يا حبيبي اسمك ايه؟ عبد الله صوته كده صوته فيه هوشنز اوف فويس. ليه؟ ليه في هورشنز فويس؟ علشان في الهيالاين ماتيريال متسببه فين؟ في الفوكال كول. اسمك ايه؟ مش عارف يقول اسمه. طلع لسانك بره ما يعرفش يطلعه. بص على وشه هتلاقي فيه سكارز. اكل سكارز كانها بالظبط بوك سكار سكارز. حد عندك في العيله كده يقول لك اه ممكن والدته ممكن ده في العيله كلها كان عندها المرض ده وكان جاي لنا بيه. ماشي؟ طيب. أم كم واحدة من عيالك؟
ده بيسموها هايرنوزيس كيوتس اي ميوكوزا. طيب مين اللي يقول الهيستوباثولوجي بتاعه؟ هلاقي فيه ايه؟ هلاقي فيه بريسيبيتيشن اوف هايلاين ماتيريال، تبقى بي اس بوزيتيف وبرايستيز ريزيستنس، وتبقى موجوده فين؟ في جوه الترمس. وشكرا على كده. ممكن الهايلاين كيوتس دي تترسب في الصب في الديرمو بيدرمال جنكشن، وهي دي السبب في البوكس كار سكارز، ان هيحصل ديستراكشن للبيزمنت ميمبرين وهيحصل فيزيكال وبولي وتتكسر، ولما تتكسر تسيب مكانها سكارز. صعب كده؟ طيب اعالجها ازاي؟ غالبا لا، غالبا لا. هو حتى اسمه ايه؟ هيالوز كيوتس اي ميوكوزا. لا 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 رخم كده، لا 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 لا. يلا نعالجه ازاي؟ بالعقل كده، ملوش علاج ليه؟ عقل. اولا بالنسبه للحاجات اللي هي بتاعت الفوكال كورتس دي، هو ده الدكتور قاعد في الاذن وياخد منك فلوس علشان يعمل سيرجيكال اكسيشن او سيرجيكال ريموفال للهايلاين ماتيريال من كريستال. طيب بالنسبه للبوكس كار سكارز هتعالجيها تمام؟ انفراكشن اللي هو سيرجيكال ريسيرفس او ليزر ريسيرفس. بالنسبه لل قال لك ممكن تدي كيراتوليتك كمان معاه. فاكرين الدمسو ولا انا ما قلتوش خالص؟ في مرض في مركب كده اسمه الدمسو، كنا في ال الاميلويدوزس قلناها، حاجه اسمها الدمسو داي ميثايل سلف اوكسايد. الداي ميثايل سلف اوكسايد ده ماده، الماده دي ممكن استخدمها ككيراتوليتك ايضا توبيكال او سيستميك. يعني ايه؟ انا ممكن ادي الماده دي سيستميك، بخففها 1:9، يعني لو اجيب لتر ل 9 لتر دمسو ل 9 لتر ميه واخلطهم على بعض، باخد منهم معلقه صغيره 3 مرات في اليوم. وممكن اخليها توبيكال بس اخلي التخفيف 1:1. توبيكال دي في الماكيولار اميلودوزيس، وسيستميك في اللايبويد بروتينوزيس او الهايلونوزيس كيوتس اي ميوكوزا. بالنسبه لحكايه بقى ليه سموها لايبويد بروتينوزيس؟ قال لك ان الماده دي لما بتترسب بتبان كانها بالظبط فيها ليد دروبليتس، يعني كانها بالظبط فيها فات. علشان كده قال لك ان الماده دي تشبه الفات لانها تشبه الفات تحت الميكروسكوب، فسموها لايبويد بروتينوزيس. ماشي؟ نعم؟ طبعا كله سيمتوماتيك عشان تدعي. طبعا هترجع تاني. ترجع تاني، كل ده هيرجع تاني. يعني هو علاقته ترجع بعد وقت قد ايه ولا؟ يعني مش قصه بعد وقت قد ايه، هي معروفه اللي بيبقى في ما لهاش علاج اصلا. ما لهاش علاج، ده انت بتتعالج سيمتوماتيك تريتمنت بس. ايه ده؟ مش انا بقول لك اوتوزومال ريسيسيف ديس اوردر. اوتوزومال ريسيسيف ديس اوردر كاركترايزد باي بريسيبتيشن اوف هايلاين ماتيريال او نيوكوبوليس نيوترال نيوكوبوليس اكرايتس ادت الى بريسيبيتيشن او نيوكوبوليس اكرايتس فين؟ في الجلد اند الميوكوزا. ولما ترسبت في الميوكوزا عملت لي 1:2:3، ولما ترسبت في الجلد عملت 1:2:3. بس كده. ماشي؟ الهيستوباثولوجي بتاعها لازم تقولي بس ان هي بي اس، لازم تقولي بي اس بوزيتيف عشان تفرقيها بينها وبين الميوسينوزس. الميوسينوزس اسيدت نيوكوبوليس اكرايتس فتبقى بي اس نيجاتيف. تعالجها ازاي؟ اسيمتوماتيك تريتمنت سيرجيكال ريموفال كذا، او ممكن تدي الدمسو سيستميك، والدمسو ده بيشتغل ككريات وبيت كده. يبقى لنا في الميتابوليك كله الامينو اسيد ميتابوليك. بس انا عايز دقيقه واحده بس وهاجي لكم.